اليوم يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة لمجازر متتالية ولهجوم صهيوني غير مسبوق، حقيقة غير مسبوق. واليوم في هذا الصباح كانت هناك مجزرة ذهب فيها وارتقى أكثر من 100 شهيد، كلهم من المدنيين وأغلبهم من الأطفال. فلذلك نحن هنا في إطار فعاليات مشتركة لجميع طياف الشعب المغربي لاستنكار هذا العدوان على غزة وعلى العدوان على الشعب الفلسطيني، وليعبر الشعب المغربي مرة أخرى عن موقفه التاريخي والمستمر من الاحتلال الصهيوني ومن مجازره. كفى من تقتيل الأطفال، كفى من تقتيل النساء، لا يعقل ولا يمكن أن نقبل هذه الهجمة الصهيونية الإرهابية. هذا إرهاب صهيوني يقتل الأطفال، يقتل النساء، يدمر المنازل. فبالتالي نعبر اليوم بكل قوة عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق. الدور الآن ينبغي أن يكون على الدول الإسلامية والعربية، لأنه ما يقع اليوم هو ليس فقط ما كان يقع من قبل، وإنما هي يعني جريمة ضد الإنسانية مضبوطة. وعلى على المسلمين والعرب أن يتحدوا على الأقل بالنسبة لهذا الموضوع. الشعب المغربي دائما متعود على نصرة أخيه الشعب الفلسطيني. اليوم بكل القوى الحية في الوطن المغربي يتابع ما يجري في فلسطين ويتابع ما يجري من عدوان، ويتمنى لو أن يعني يساهم بكل أشكاله التضامنية من أجل التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. والشعب المغربي عودنا دائما في هذه المناسبات أن ينزل بكثافة لتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخصوصا ما يقع الآن من مجازر عدوانية على قطاع غزة. فنحن هنا لكي نعبر عن تضامننا ونترحم على الشهداء، ونسأل الله الشفاء للجرحى، وتحية إكبار وتقدير للمقاومة في غزة التي أوقفت مهزلة استباحة الحدود والشعوب العربية والإسلامية من طرف الكيان الصهيوني. فتحية للمقاومة على الأرض، وفي نفس الوقت تحية لقيادة السياسية لهذه المقاومة التي تدير مرحلة التفاوض باعتزاز، ورفضت أن تركع ورفضت أن تقبل بكل محاولات المهادنة التي تريد أن ترقع المقاومة. على العكس من ذلك وضعت شروطها، ونسأل الله أن يتقبل منهم وأن يوفقهم. الشعب يريد إسحاق بني صهيون، الشعب يريد إسحاق بني صهيون. إرهاب بالدم تهديك يا شاهين، إرهاب بالدم تهديك يا شاهين. الحكومة مطالبة أن تطالب المنتدى الدولي للتفكير في تسريع آليات للاحتكام إلى المحكمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم ضد الإنسانية، خاصة فجر اليوم حيث تم استهداف المئات من الأطفال والنساء والشيوخ والقاصرين العزل. المغاربة كعادتهم في التضامن مع الشعب الفلسطيني، بحيث منذ زمان المغاربة يعتبرون القضية الفلسطينية قضية وطنية، فهم أمام العدوان الغاشم والظالم الذي تقوم به الصهاينة على غزة في هذه الأيام، والذي لا زال مستمرا. فالشعب المغربي خرج ليدين هذا العدوان كما هو معهود فيه، لان هذا العدوان المتكرر للصهاينه لن يحل مشكلتهم. الرفض للسياسه الهمجيه لحكومه نتنياهو والدوله الصهيونيه، سياسه لا تقبل ابدا، لا تقبل. وصلت هذه السياسه الى مستويات الهمجيه، ونتساءل أن الدول ترى هذا العدوان وهي تتفرج. هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. الشعب المغربي وراء الشعب الفلسطيني إلى جانبه من أجل تحرير فلسطين. هذا التزام ديال الشعب المغربي إزاء الشعب الفلسطيني. هذا الإرهاب الصهيوني اليوم هو عدوان على البشرية، عدوان على العالم، عدوان على الضمير الإنساني، عدوان على كل القيم الإنسانية. هذا التوحش غير مسبوق، قتل الأطفال وهم يلعبون في الشواطئ. هذا الإجرام تجاوز الإجرام النازي، ولهذا اليوم هذا الإرهاب إلى زوال. قتل الأطفال
الى زوال، من يقتل الاطفال الى زوال، طال الزمن وام قصور. ولهذا الشعب المغربي اليوم بكل قواه الحيه يؤكد مره اخرى تجنده ودعمه واستنكاره لدى الاجرام الصهيوني. فاجعه، فاجعه كبيره تمس العالم الاسلامي والعالم العربي، تمس العالم باسره، لانه جريمه ضد الانسانيه. نحن نعيش ايام مؤلمه، نحن نتضامن مع الشعب الفلسطيني، القلب ديالنا مع الاخوه الفلسطينيين، مع الاطفال، مع النساء اللي ماتوا، هما ماتوا شهداء في سبيل الله. وحنا كاحزاب، كمجتمع مدني، كمغاربه، نتضامن الان مع فلسطين، وهذا اقل ما يمكننا نديره كحكومه، نتضامن مع الشعب الفلسطيني.